أيضا للمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، إذا لو تحدثنا عن هذه الجهود والاتصالات المصرية بالطبع في ظل الزيارات المتعددة للمسؤولين الغربيين إلى القاهرة في محاولة لاحتواء الموقف والتوصل إلى هدنة على أرض الواقع في قطاع غزة. يعني خليني أقول لك، بزيارة وزير الخارجية الأمريكي ومن بعد وزير الخارجية الأمريكي ووزيرة الخارجية الفرنسية، الكل على هدف واحد عن كيفية الوصول إلى وقف إطلاق النار. هو ده الهدف السامي من وجهة نظري لهذه الحرب. الدروس وهذا الذي نراه من دمار وهلاك يخلي المركز الأورو متوسط لحقوق الإنسان يقول إن إسرائيل أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على قطاع غزة، وإن إسرائيل تقتل 14 فلسطينيا بالمتوسط كل ساعة في هجومها على قطاع غزة. ده الواقع المؤلم اللي موجود داخل قطاع غزة. فالهدف الأساسي كيف نصل إلى وقف إطلاق النار، وفي طي هذا الهدف نصل إلى آلية لوصول المساعدات الإنسانية، خصوصا نحن نتحدث عن قطاع وصل الحال به إلى أنه بيشرب المية الملوثة، وده أمر خطير وفي منتهى الخطورة داخل هذا القطاع. نعم. أيضا دكتور مختار، يعني في أي سياق نضع هذه السياسة من جانب الاحتلال الإسرائيلي وهي سياسة العقاب الجماعي لسكان القطاع؟ نضع هذه السياسة في ظل السياسة الأكثر تطرفا، في ظل الحكومة الأكثر تطرفا، في ظل حديث يتحدث فيه رئيس مجلس النواب اللبناني بأنه إسرائيل وهي تهدف إلى عملية تهجير لقطاع غزة، ده هيكون سقوط مدوي لمنظومة الأمن القومي العربي ومشروع تقسيم المنطقة. نهاية إسرائيل تريد أن تنهي هذه القضية وتريد أن تفرغ قطاع غزة بالكامل، مش من الشمال للجنوب، هي من الشمال للجنوب وضغط الجنوب إلى الحدود لكي تستطيع أن تسيطر عليه بالكامل. وسقوط قطاع غزة الكل يدرك على مستوى الإقليم والمستوى الدولي ده معناها نهاية القضية الفلسطينية، لأن إسرائيل تتحكم في الضفة الغربية بشكل شديد بحكم 700 حاجز عسكري منتشر، وبحكم 55 مستوطنة، وبحكم شكل من أشكال السيطرة الدؤوبة على الضفة الغربية من قطاعاتها المختلفة ومن قراها ومدنها. فإسرائيل عايزة هدف تفريغ هذا القطاع وإنهاية لهذه القضية، ولكن الواقع الدولي والواقع الإقليمي ضاغط الآن، خصوصا أن بدأ الموقف الدولي يأخذ شكل من أشكال التعاطف مع الواقع الفلسطيني وعما تفعله إسرائيل، أنه ده ضد قواعد القانون الدولي وضد الشرعية الدولية. ونتمنى ونتعشم على الموقف العربي أن يكون صلب وصلب وضاغط بنفس الدرجات اللي إحنا نتمناها وصولا إلى الهدنة أو وصولا إلى التهدئة الدائمة. نعم. طب هل نحن نمضي باتجاه التهدئة في ظل المؤشرات والاتصالات الأخيرة، أم ربما نشهد تصعيدا أيضا وعملية عسكرية برية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؟ شوف، يعني إسرائيل تدرك أن عملية برية هي دخلت في نطاق خسائر من وجهة نظر محللين عسكريين كبار لا طاقة لإسرائيل بها. وإسرائيل كانت ترمي بتفريغ الشمال، القطاع الشمالي لقطاع غزة للجنوب لكي تستطيع أن تدخل عسكريا بريا من خلال هذا الأمر، ولكن الواقع أنه سكان قطاع غزة رغم حالة الهلاك والدمار، ويعني تتكلم عن حدود 2000 مسكن تم تسويتهم بالأرض، وهناك أكثر من 1000 جثة تحت هذه المساكن، وهناك ضربات طالت الحجر والبشر وطارت كل مكان داخل قطاع غزة، إلا أن الحقيقة هناك استماتة واستبسال من أهالي قطاع غزة على الصمود أمام هذه الضربات وهذه المواجهات، لأن هذا التفريغ هو اللي في النهاية هيتيح الدخول البري. لكن أنا أتصور إذا لم تنجح أو إذا ما نجحتش إسرائيل في تفريغ الشمال والضغط للوصول إلى الجنوب، أنا متصور هيكون صعب عليها الدخول بريا، دخول معمق داخل قطاع غزة، لأن هي تدرك بأنه هي المقاومة ما زالت ثابتة وما زالت موجودة،
وانا متصور ان اليات مجابهه المقاومه لهذا الذي تفكر فيه اسرائيل سوف يكون بشراسه لا تدركها اسرائيل، وربما يؤدي الى خساره كبيره جدا ليه. نعم. ايضا دكتور مختار، هل هناك احتماليه بالفعل لتوسع دائره هذا الصراع، خاصه في ظل حديث بعض الدول الاقليميه انها لن تقف موقف المراقب وغير ذلك من التوترات التي نشهدها على الحدود الشماليه والجنوبيه وايضا مع سوريا؟ شوف، انا من وجهه نظري اجنحه المقاومه كلها على مستوى العالم العربي مستنفره. نعم. يعني ما تستبعدش حزب الله، ما تستبعدش الحوثيين رغم وجودهم داخل الساحه اليمنيه، لكن يمتلكوا من الطائرات المسيره ويمتلكوا من الصواريخ البالستيه ومن التقنيه ما تستطيع ان تصل الى اسرائيل. ما تستبعدش ميليشيات الحشد الشعبي المؤيده لايران، عصائب اهل الحق او فلك بدر او كتائب الفضل العباس او سرايا السلام او كتيبه النجباء او حزب الله العراقي. ما تستبعدش الحرس الثوري الموجود داخل الساحه السوريه. دي كلها ميليشيات تتحكم فيها ايران بدرجه كبيره جدا، وهي موجوده بتوافق تام مع المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه. ولو ادركت هذه الاطراف من المقاومه او هذه الميليشيات ان هذه المقاومه هناك تاثير بالغ عليها وهناك شكل من اشكال يعني السيطره عليها، انا متصور هيكون التدخل حتمي من قبل هذه الاطراف، واذا تدخلت هذه الاطراف هينفجر الوضع برأيي برضو كثير جدا من المراقبين والمحللين في منطقة الشرق الأوسط، لأنك أنت هنا مش هتعرف تضبط إيقاع حدية الصراع والمواجهة. إلى أين سوف تكون الضربات وإلى أين سوف تكون حدية الصراع والمواجهة؟ وعشان كده إصرار الأطراف العاقلة على نطاق الدولة والنطاق الإقليمي بضرورة إيقاف هذه الحرب وانصياع إسرائيل ليها بعيدا عن التطرف المقيت اللي الى حد كبير جدا تجيودي بامور كثيره مطلوبه ومطلوبه بالحاح. طيب، يعني ربما هناك تجدد للغارات كما نشاهد في الصوره المباشره الوارده الينا من قطاع غزه، تجدد الغارات الاحتلال الاسرائيلي على القطاع. طيب دكتور مختار، هل هناك فرصه لاعاده المجتمع الدولي للنظر في تعامله مع هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، ام انه ربما ياخذ ايضا موقف اسرائيل ويدعمها دائما في هذه الحرب الغاشمه في الحقيقه ويقف موقف المتخاذل حتى الان في التعامل مع هذه القضية؟ شوف، طبعا خلينا بس نفكر واحنا بنتحدث مع بعض على الهواء ومعانا مجموعة من المشاهدين، معانا مشاهدين كثر. ما هو المقصود بالمجتمع الدولي؟ هو المقصود بمن؟ الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا. هذه الدول هي التي أعلنت صراحة وقوفها بجانب إسرائيل. إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية حركت يعني حاملتي طائرات وبدأت إرسال معدات عسكرية. الألمان بادروا بطلبات إسرائيلية بإرسال معدات عسكرية. إنجلترا حركت حاملة طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط سندا لإسرائيل وبدأت تمدها عسكرية. هو ده المجتمع الدولي. ثم السؤال الأصعب من وجهة نظري هو المجتمع العربي والإسلامي. ده التعويل على ده، لكن بلاش نعول على المجتمع الدولي. احنا عايزين نكسب تعاطف المجتمع الدولي او الدول المنصفه. هناك دول واقفه بجانب الحق العربي والسند العربي، الروس واقفين بشده، والصينيين واقفين، البرازيل بصدد ان هي تقدم مشروع قرار لمجلس الامن على الاقل لهدنه انسانيه تدخل من خلالها مساعدات. في اطراف على المجتمع الدولي والاقليمي الى حد كبير جدا مسانده، لكن ليس بقوه وليس بشراسه الوقوف الغربي بجانب اسرائيل. ودي علامه الاستفهام الغريبه في هذا النطاق، خصوصا اطراف لها علاقات خاصه بدول كثيره في العالم العربي وحجم الاستثمارات العربيه بداخلها يفوق المليارات من الدولارات، 2 تريليون 800 مليار استثمارات عربية وودائع في البنوك الغربية، 2 تريليون 400 مليار دولار استثمارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، 252 مليار دولار وسندات دين وأذون خزانة في وزارة المالية الأمريكية. دي أموال عرب، دي أموال العالم العربي وأموال دول عربية واستثمارات موجودة عربية، وهناك علاقات إسرائيلية اللي هي ما نسميه بالتطبيع الجديد او الإبراهيمية الجديدة بدول في العالم العربي. اديني حجم ردود افعالها، ثم بعد ذلك قيس
ردود افعال المجتمع الدولي على هذا النطاق، هل حصل استرد للسفير، هل حصل استدعاء للسفراء، هل حصل تجنيد لعلاقات؟ دي كلها من وجهة نظري مطلوبة في العالم العربي والإسلامي إن أردنا أن ننقذ هذا الذي نراه من هلاك ودمار داخل قطاع غزة. لأن هذا أمر صحيح داخل المواطن الفلسطيني ويكتوي به، لكن أنا متصور أن شيء من المهانة للعالم العربي والإسلامي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مختار الغباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية.